إلى ذلك دعا الشيخ الخنجر إلى المشاركة الفاعلة وانتخاب الرجال الصالحين مؤكداً أن تحالف عزم خير من يمثل الجماهير. لم نقبل إلا الكوكبة الصادقة من الرجال والنساء المعروفين بنزاهتهم وأمانتهم. إذا أردتم أن نصلح العراق ونصلح الوضع الحالي الشاب في كل المناحي، فأطلب منكم وأنا أخوكم، ومو أني كل مرة أقدمكم، المرة الوحيدة راح أطلب منكم الآن أن نزحف سوية وبقوة يوم 10/10 لانتخاب أعضاء التحالف عزم، إنهم خير ما يمثلونكم، وأنا أعاهدكم، أنا سوف أراقب الجميع وسأكون بخدمتكم.